ولتسليط الضوء على بيان هيئة علماء المسلمين في العراق حول قرارات الإغلاق عقب تفشي كورونا، معنا من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله الكريم. أهلا بكم. الهيئة أكدت أن الفشل الكبير لا يزال المسيطر على إدارة أزمة جائحة كورونا، إلى ماذا ترجع هذا الفشل ومن المسؤول عن تفشي الجائحة التي هددت وما تزال تهدد حياة آلاف العراقيين؟ لا شك أن المسؤول الأول والأخير هو حكومات الاحتلال والنظام السياسي في العراق. أزمة كورونا أظهرت بشكل واضح وفاضح استمرار فشل الحكومات والنظام السياسي على مواجهة أي طارئ يمكن أن يمر به العراق. فجائحة كورونا التي غزت العراق وخلفت آثار كبيرة ومؤلمة على الشعب العراقي، سواء بفقد الأحباب والأهل أو بسبب هذا المرض وانتشاره بشكل كبير جدا في العراق، وكان أمام الحكومة الحالية والتي سبقتها التخفيف من هذه الآثار والتصدي للجائحة بما يمكن، ولكن للأسف لأن الحكومة والأحزاب والميليشيات لا تريد أن توقف مصالح الدول الأخرى، ففتحت الحدود مثلا مع إيران، مع أن إيران من أوائل الدول التي تفشى بها الفيروس، وكان هناك مطالبات كبيرة ومتعددة شعبية ومن جهات مختصة بغلق الحدود مع الجارة إيران واتخاذ التدابير اللازمة، إلا أن الحكومة للأسف حكومة عادل عبد المهدي وحكومة الكاظمي والأحزاب لم تلتفت إلى هذه المطالبات وأبقت الحدود مفتوحة للزائرين الإيرانيين والتبادل التجاري. السبب طبعا هو لعدم توقف تصدير العملة الصعبة للحكومة الإيرانية. نعم. بالمقابل ذهبت أرواح كثير من العراقيين بسبب هذا الاستهتار الواضح بأرواح العراقيين. نعم، إذن هناك في الحقيقة كما ذكرت الهيئة أن الفشل ظهر بالطرق الانتقالية والتخبط الكبير في قرارات معالجة الأزمة، يعني منذ البداية لم تغلق الحدود لأشهر طويلة ثم أغلقوها، وبعد ذلك كان هناك تخبط واضح في التعامل. أين تكمن هذه الانتقائية في القرارات؟ القرارات الحكومية منذ أن اجتاحت كورونا العالم، فيروس كورونا العالم، القرارات الحكومية التي اتخذتها في مواجهة الجائحة حقيقة أقل ما يمكن أن نصفها بأنها ضحك على الذقون كما يقال، لأنه كيف يمكن الحد من انتشار الجائحة والحدود مفتوحة وبدون احترازات مع دولة تعتبر من أكثر البلدان خطورة بسبب تفشي فيروس كورونا فيها وهي إيران؟ يعني رأينا قرارات في بداية الجائحة أن المحافظات بعضها أغلقت حدودها أمام كل الداخلين إليها، وفي نفس الوقت تفتح الحدود مع إيران، مع أن إيران هي أكثر دولة مصنفة خطورة بانتشار الفيروس. أيضا بيان الهيئة اليوم أكد على قضية مهمة، وهو أنه كيف يعقل فتح المزارات والمراقد أمام الزوار ومعلوم أن الزوار لا يلتزمون بالتوجيهات الصحية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي نفس الوقت تغلق المساجد مع أن المساجد ملتزمة بالتعليمات، المصلين ملتزمون بالتعليمات والتوجيهات الصحية ومنها التباعد الاجتماعي. نعم، على ذكر المساجد دكتور، ما دلالات إغلاق المساجد ودور العبادة بينما تترك المزارات مفتوحة؟ هذا يعني أن الانتقائية في المسيطرين على عقول في المسيطرين على حكم العراق لا يمتلك الرؤية واضحة. هذا يعني أن التعليمات الصحية تطبق على جهات ويترك تطبيقها على آخرين. هذا يعني أن التخبط بالقرارات، هذا يعني أن الحكومة تخشى أن تصدر قرارات تحد من الآثار السلبية على العراقيين بسبب فئة معينة لا تقدر خطورة الموقف وخطورة الجائحة. ما الحجة الشرعية التي استندت عليها الحكومة في قراراتها؟ قطعا لا يوجد لدى الحكومة أي حجة شرعية، وهي بعيدة كل البعد عن الالتزام بالقوانين الشرعية والتوجيهات الشرعية، ولكن القضية هي تتعلق بانهيار النظام الصحي في العراق. هناك تصريحات لمسؤولين تؤكد انهيار النظام الصحي في العراق، بحيث أن المستشفيات أصبحت عاجزة عن استقبال المرضى، ولذلك الحكومة لا تريد أن تظهر هذه الحقيقة للعالم، فسلكت طريق الإغلاق الكامل، مع العلم الهيئة ليست هي ضد الإغلاق أو عدم الإغلاق. الهيئة يهمها أولا حياة العراقيين، الحفاظ على سلامتهم، وأيضا مراعاة الجانب الاقتصادي، لكن الحكومة الحالية ليس في بالها لا الشعب العراقي ولا معاناة العراقيين ولا حتى حياتهم.
ولكن هي همها ألا تكون تظهر عجزها وفشلها النظام الصحي أمام العالم، فاتخذت أسهل وسيلة يمكن استخدامها حتى لا يظهرون فشلهم الكبير الذي يتسبب بموت آلاف العراقيين. نعم، يعني كما تعرف دكتور أن يعني الكوارث الطبيعية ومثل هذه الأحداث مثل ما جرى في جائحة كورونا كلها تؤكد أو تنفي مدى قدرة الحكومات على إدارة البلاد وحماية الناس من مخاطر هذا الوباء. والحكومة العراقية الحالية والحكومة التي سبقتها مع الأسف أثبتت أنها غير قادرة بالفعل على التعامل مع هذه الجائحة. إلى ماذا يشير هذا من الناحية السياسية فيما يتعلق بأداء الحكومة؟ هذا يظهر بشكل واضح أن الحكومة مستمرة في فشلها السياسي والإداري في العراق، وإلا كيف يمكن على مدار سنة ونصف سنة كاملة أو أكثر من سنة لا يمكن لهذه الحكومة أن توفر المعدات اللازمة وأن توفر مراكز صحية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتوفر مستشفيات صالحة لاستقبال المرضى ومعالجتهم. للأسف المستشفيات في العراق أصبحت مراكز للموت والقتل، ولهذا نرى أن الشعب العراقي كثير من الذين أصيبوا بفيروس كورونا لا يذهبون إلى المستشفيات، ومع هذا القلة التي تذهب إلى المستشفيات قد أغرقت المستشفيات بعددها، فيظهر أن انهيار النظام الصحي إذا استمر الوضع كما هو عليه قريب جدا، بحيث أن الحكومة تظهر فشلها في النظام الصحي كما أظهرت فشلها في النظام السياسي على مدار 17 عاما من منذ توليهم السلطة وزمام الأمور في العراق. من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لك.